اختارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مدينة شبان بمحافظة حضرموت واحدة من أفضل 25 وجهة سياحية في العالم. تقول الصحيفة إن سكان شبان حضرموت طوروا بمرور الوقت أنظمة بارعة للري والتخطيط الحذري، ولا تزال روعتها حاضرة كما كانت قبل 1000 عام. وقالت الصحيفة في تقريرها: في عالم سامي قديم لا يزال غير مقسم بالأديان، قبل فترة طويلة من ظهور المسيحية أو الإسلام ظهرت مدن ما نسميه الآن اليمن من الصحراء، حيث صنع سكانها ثرواتهم من اللبان والمر. أضافت الصحيفة الأمريكية: مع ازدهار التجارة بين جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط بدءا من القرن الثالث قبل الميلاد تقريبا، انتشرت هذه المراكز الحضرية الجديدة على طول ما يسمى بطريق البخور.